بلغني أيها الملك، السعيد بما يمتلك من قلب يحب، من قبل لم يعرف الحب. أي قلب تقصدين؟ قلبك. أقصد قلبي أنا، يا من لقلبي يمتلك. بلقاء الصدفة؟ دون حبار أو صدفة؟ هل تعرفين؟ لقد سألت عما دعمته بالأمس. الزعم خبر يحتمل الصدق والكذب، وأنا لا أكذب فيما أروي مما بلغني. أقصد حكاية لقاء الأرواح واتصالها. إنها حقيقة لا تنكر. لقد سألت وعلمت أنها حقيقة. سألت من يا مولاي؟ بعض الحكماء من جلسائي. ظننتك سألت قلبك. فأكدوا أن بعضهم قد يفكروا أحيانا في شيء ما أو شخص ما، فيفاجأ به أمامه في نفس اللحظة. ذلك هو حال الصبية نورهان وفتاها العاشق الولهان. منذ رسم القدر على خدها ما رسمه على كف حبيبها. فهل عرفت من هو؟ هذا ما سوف نعرفه من أخته التي أخذت تؤنبه وتعنفه. انت مين؟ انا اختك، ما تفتحش بقك. وجاي ورا ليه؟ لمصلحتك. انا عارف مصلحتك كويس. ومصلحه حبيبتك. تقصدي ايه؟ الخطر بيهددنا كلنا، انت وحبيبتك ووالدك السلطان وانا. يعني ايه كلمي؟ لما نبقى لوحدنا. وعايزكم سودا صياد، انت وبنتك. لا انت لوحدك، بنت حلوه زي القمر، والامين متعزخ. انا عارف، بس ايه العجيبه في الامين؟ مين بقى يا ولدي؟ اللي حسبته لقيته يا بنتي. يلا يلا قبل ما يرجعوا لنا. يلا تروح فين؟ ومين دول اللي هيرجعوا لنا؟ اللي هرب منهم وجالنا. يا ولدي ده مش هربان. نورهان ولا كلمة يا نورهان. يلا لم الفرش والكام هنا. قبل ما يلبسونا توبة. يا دي البخت والاسمة. قليل البخت ارمي الشبك، اسحب حجر بدل السمك. ولا سمكة ولا شبكة. ما تنسيش التميمة. بلا تميمة بلا تنصيمة. هي يعني التميمة الكحولي، ولا التميمة تخلي البنت اليتيمة الفقيرة في نظر الناس لهيمة. راح راح يا دار، اللي جاي أسرار في علم الغيب. يا حفيظ يا معين من كل شر، يا حفيظ يا معين من كل شر. أدينا بقينا لوحدنا، إيه الأمر بيهددنا كلنا؟ عرش السلطنة يا أمير أمر السلطنة. وهو ده الأمر الخطير؟ هو في أخطر من كده يا أمير؟ انت عارفه ان انا اعتزلت الحكم وشؤونه وانشغلت بالحب وفتونه. دي مشكله تخصني انا. العرش يخصنا كلنا. العرش في ايد والدنا الكبير. انت ولي عهده والملك من بعده. ربنا يطول لنا عمره ويعز سلطانه ومجده. ايش دخل الموضوع ده في اللي انت عملتيه النهارده؟ الخوف عليك وعلى عرش اجدادي والرعيه وبلادي. وانت خايفه ليه؟ والدنا السلطان ربنا يحميه، الامر والسولجان بين ايديه. والدك مريض ومحتاج لك. ربنا يشفيه. طلبك وبعتلك. الصبح هروح له. الليلة دي دلوقتي تروح له، لأن الأمر يهمك. الأمر أنا عارفه مش رايح. عارف إيه؟ الموضوع اللي بفور دمي، جوازي من أخت جوزك الوزير اللي بيطردني ويراقبني. غلطان يا أمير، الموضوع مش جوازك من أخت الوزير. والدك عايزك في أمر يهمك، يا تروح له وتسمع الكلام، يا إما هتبقى حاجب حارس خدام. خدام؟ على باب الملك الجديد، عمك الملك شروين. عم شروين؟ ايوه يا شيرين. عم شروين سلطان جزيره الرياحين، وما اظنش ان نطمع في عرش اشورين. وايه يمنعه؟ ما دام ولي عهده ناوي يضيعه. لا شبكه الصياد هترجعه ولا بنت الصياد هتنفعه. بقى هي اللعبه كده. اتفقت على انت وجوزك وبترغموني على جواز من اخت جوزك، وعملت العرش والسلطان قضيه، وبنت الصياد هي ضحيه. تعرف انك صعبان عليا؟ ليه؟ مريض ولا مجنون؟ اكيد انت مريض. انت بتتهميني وبتوهميني؟ سلامتك يا نور عين. سيرين اختي. لو بتعزيني وبتحبيني. وانا ليا مين غير اخويا الامير شيرين
والدي الملك شاهنشاه. يبقى تسمع الكلام اللي هقوله وتنفذيه. يا عالم الغيب، إن كان هو الحبيب وليه معاه نصيب، فكحوني واحميه من اللي يعاديني وكل اللي يحاول يهديني. افتح يا بنزير، افتح عليك الفتاح الرحيم. ويحمينا من الشيطان الرجيم بسر الاسم الاعظم. يا حفيظ يا مغيث، افتح يا بنزير، الامر خطير. ربنا يعديها على خير. صبرك يا ابو شمكه، حد خطف منك السمكه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. سامحنا يا ابن خالتي. المسامح كريم يا ابن خالي. اتفضلي يا بنت ابن خالي. يمسيك بالخير يا عم بنزهير. اتفضلوا ادخلوا. اصل احنا في محنه. ولا محنه ولا مش احنا. ادخل انت وبنتك استريحها. واحنا عمرنا ارتحنا. ارحل عن الدار يا غدار. العازب بعذابه، لا حد بيغسل له ثيابه ولا نفس يشاركه في نومه وافراحه وهمومه. ما تدخلوا تاخدوا بعضيكوا في احضان بعضيكوا وتناموا. اللي شفناه اليوم يطير من العين النوم. ده مش وقت الكلام، تعال ساعدني احضر لكم الطعام. ولا دي مهمه الستات؟ ما تقول يا ست البنات ولا هتعملي غريبه. ولا غريبه ولا قريبه يا عمي، ده احنا في مصيبه. يا ستار يا ستار، فينا شر المصايب. المصايب محوطانا من كل جانب، حتى بيتنا دي متوينا، سيبناه لهم وجرينا. الله 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 الله، ايه الحكايه يا ابو نورهان؟ الامر لله. بقى كده يا شيرين يا ابني، عايش لحالك وسايبني حتى وانا مريض. الامير ما يعرفش انك مريض يا مولانا السلطان. ثم انت لا مريض ولا عيان، انت بس عايز تتاكد مننا ومن حبنا لولي امرنا. الامر لصاحب الامر، قدر الاجل والعمر. كلمت الامير يا وزير؟ هو انا شغلتي غير مولاي الامير؟ لسه رافض يتجوز اختك؟ انا سايب الموضوع ده على الاميره بنتك، وان وافق يتجوز اختي يبقى من بختها وبختي، ما وافقش انا برضو خدامك وهي خدامته وخدامتك يا مولاي. يكونش الامير بيحب ما اللي يحب يقول بحب، واللي زي مولاي الامير لما يحب
يحب أميرة من مستواها تليق بمقام مولاي الشاهنشاه. يمكن حاطط عينه على أميرة من الأميرات من بنات الملوك والملكات، ولا على بنت عمه بوران. جايز يا مولاي، مع إن أختي جولة نار أميرة من الأميرات سليلة الملوك والملكات. ما أنت ابن عمنا ومتجوز بنتنا، لكن يمكن أختك مش عجباه. عجباه مش عجباه، أخته تتصرف معاه قبل ما الشيطان يغويه ويرميه على بنت أجيرة أو فقيرة تكون طمعانة فيه. انت مخبي عليا حاجة يا وزير؟ وانا اخبي برضو على مولاي؟ مولاي الشاهنشاه، شوف الحارس عاوز ايه يا وزير. في ايه يا حارس؟ مولاي الملك شروين، ملك بلاد قزوين. بالباب يا مولاي. اخويا شروين واقف بالباب. يتفضل بكل احترام وترحاب. تفضل يا مولانا. اخويا ومولاي شاهنشاه الاكبر، فداك اخوك الاصغر. الجوازه بقت جنازه، ضاح عرش البلاد في شبكه الصياد. تعبت نفسك يا شروين. ان ما كنتش اتعب عشان خاطر مولاي ولي نعمتي، اتعب عشان خاطر مين؟ الطريق من مملكتك لهنا مشقة وسفر. أنا أول ما وصلني الخبر كان هاين علي أطير، ولو كان عندي الحصان أبو جناحين اللي بيقولوا عليه السحارين كنت جيتلك في غمضة عين. اتركنا يا وزير لوحدنا. أمرك يا ولي أمرنا. باين الوزير حيطير، وكله بسببك يا أمير، وبسبب الصياد وبنت الصياد والعطار اللي اسمه بنزهير. أنا طلبتك في موضوع خطير. جالك نذير أو تحذير من بعض الخصوم والأعداء من الملوك وأمراء الممالك؟ لا 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 لا، المسألة غير كده يا شروين. في أخطر من كده. ولدي الأمير شيرين. ماله الأمير شيرين؟ وما تعرفوش اسمه إيه ولا بلده إيه ولا شغلته إيه؟ وإزاي تدخل بيتك راجل غريب وكمان تخطب له بنتك وإنت ما تعرف؟ لقيتها ريداء اكتر ما هو ريدة، وهو طلب ايدها هي سبقت ومدت ايدها. يعني من اول نظرة حبتي؟ مش عارفة جرالي ايه، لكن حسيت ان انا مشدودة ليه من ساعة ما شفت الصدفة ومن لحظة ما فتحت الصدفة. صدفة ايه؟ اللي استطاع من البحر واللي طلع منها الحبار او الاخطبوط او قنديل البحر ورماني في خدي. بالعلامه اللي في خدك. ونفس العلامه اللي في كفه هي اللي في خدي. نفس العلامه في كفه. اه يا خدي. نورهان نورهان جاي لي زي ما وعدتك على الحصان الأبيض، طاير.
نورهان، نورهان انت مين؟ نورهان وديتها فين؟ نورهان ابعد عنها يا شيرين. انت مين؟ بسم الله الحفيظ، بسم الله الحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زنهار، زنهار، زنهار تحت رجليك يا مولاي. خدي مولع نار يا عم العطار. تبقى نار تصبح رماد بقدرة الواحد القهار. ايه على الحال ده من ساعة ما قابلنا الواد ده؟ صدقت رمش العين، بنتك عليها العين. الواد لا يكون مش انسان، لو كان مش انسان ما كانش تخفى مره فارس فرسان ومره شحات غلبان ولا طلبها او خطبها. امال كان عامل ايه؟ انت سمعتيه بيذكر ربنا؟ وكلنا بنذكر ربنا في كل كلام وذكر لله وحلف لي بسم الله. يبقى سيبوها على الله ونعمه بالله. ونعمه بالله. انا مش خايف من العفاريت والشياطين، انا خايف من البني ادمين اللي سحبوه وهددوه ويمكن يكونوا قتلوه. ايه ادي الشر عليه ويرجعوا يتهمونا ويهدوا البيت علينا. عندك حق، بس لازم نعرف هو مين. قبل ما نعرف هو مين، انتوا ضيوف انتوا الاثنين في الحق ده احنا نتخنق من ريحة البهار ونتحرق من عيدان النار. انت ناسي ان عندي بيت جوه بستان ده في جزيرة الجلنجان. لحد ما الحقيقة تبان ونعرف الشاب واللي معاه انس ولا جان. ده انسان، اجمل انسان، واسمه ولهان. بس انا لازم اسعى على رزقي واصطاد، وانا راجل صياد ومش واخد على الحبسة والقعاد. جرى ايه يا ابو نورهان؟ انت ناس ان البيت في طرف الجزيرة. صح، افتكرت انت كمان قلت لي بانه قدامه بحيرة وفيها من انواع الصيد كتيرة. بس خلوا بالكم لا تكلموا حد ولا حد يكلمكم ولا تجيبوا سيرة. يلا يا بنتي قولي عليا والدك يا حبيبتي. ما هو انت زي بنتي، مع اني لا اتجوزت ولا اتجهزت لحد ما عجزت. انت عجزت وانا اتعجزت، ويمكن نلاقينا في الجزيرة عروستين حلوين وعريس خيال للحلوة ذات الخال. وخرجوا مع العطار بعد أن أغلق الدكان ونصحهم بالحذر والصمت والكتمان حتى لا يشاع الخبر ويصل إلى عساكر السلطان. الخبر يعلمه الوزير وزوجة الوزير أخت الفتى الولهان. وسوف نرى يا مولاي ما يدبره الوزير. لا بد أن يفعل هذا ليقضي على أطماع الغوغاء في الملك. لا تتناومي. عفوا مولاي. أكملي، إلى أين أخذهم العطار؟ الليلة؟ لا أعرف ولا أحد يعرف. أين يسكن العطار؟ لقد أمرت بحبس كل الديون. ديكم في سريري؟ يا سيف، يا سيف.